فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله في المحراب مكان صلاته، وهو قائم لربه يتضرع بالدعاء. واستخدام حرف العطف الفاء في قوله فنادته دل على سرعة الاستجابة. إن الله يخبرك بخبر يسرك، وهو أنك سترزق بولد من صلبك اسمه يحيى، فذاك المولود سيحيا اسمه وذكره بعد موته. وتأمل معي أخي الكريم، من سمى ذاك المولود هو الله. وإذا سمى الله تعالى باسم فلا بد أن يكون الاسم على مسمى، وقد سمى الله تعالى الغلام يحيى، ومعنى يحيى يعيش ويعمر، ولا يعيش ويعمر في هذه الحياة الدنيا إلا الشهيد. يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سمي يحيى لأن الله أحيا به عقر أمه. وقال قتادة سمي يحيى لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان. ثم وصف الله تعالى يحيى عليه السلام بأربع صفات كريمة. فيحيى عليه السلام هو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله وروح منه. ومعنى عيسى كلمة من الله أن الله تعالى قال له كن من غير أب فكان. وكان بين يحيى وعيسى قرابة قوية، فهما ابني خالة وسيدا، له المكان والمنزلة العالية في قومه، ويرجع إليه في الأمور، ويفوق غيره في الشرف والتقوى وعفة النفس. قال سعيد بن المسيب السيد الفقيه العالم. وقال قتادة سيد في العلم والعبادة والورع. وحصورا لا يأتي الذنوب والشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء اعلم أن ثناء الله على يحيى بأنه كان حصورا معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصور عنها، ونبيا من الصالحين. وأي بشارة أعظم من ذلك؟ فالنبوة منزلة لا تعدلها منزلة في الشرف والفضل. رضي الله عن يحيى وعن أبيه زكريا، جزاكم الله خيرا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.